في العمق مباشرة، رجع مرة ثانية، محاولة الكويكبي، تسديدة جول، تسديدة جول. سجل الكوماندوس، عاد الاتفاق، سجل الجول الأول ومن الهداف إكوانكا، سجل الجول الأول للاتفاق. ليس العودة إلى تقنية الفار في هذه الكرة. سيرخو بيرناس يعاقب الفيصلي، بل أنه يفرح من خلال الكرة الماضية، وجماهير الاتفاق تتفاعل مع الجول الأول. والحكم ماذا يقول؟ الحكم البولندي، شوف هذه الكرة، كرة اللعبت، عادت مرة ثانية هذه الكرة، وبالإعادة اصطدت وراحت وتسجلت من إخوانكا، سجل من خلالها الاتفاق هدف صحيح لهذه المرة، وبالتالي عدت من المدافع غور روسي، لكن ما عدت من الهداف اللي أصبح عنده 12 هدف بعد الكرة اللي اصطدت في المدافعين، تغيرت اتجاهها، تعامل معها الهداف إكوانكا بهدف رائع وجميل يا سيرخو بيرناس. جول الاتفاق الأول، جول لفارس الدهناء.